ببلاش ولا ميه ولا ضرايب وبعد السوق بلاش تفتيش. هو بره 18 رايز دلوقتي؟ لا لا لسه شبكه ما تطلعش شبكه. هو في انواع رايز لا 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 هو حتى مو في بيتها بحاجه كويسه مع السلامه. زبده عمرو خير يا عاطف شوف المنفذ. تعالى يا عاطف شوف المنفذ اللي احنا فاتحينه ده لو مش اسعار اقل من اسعار السوق. لا وانا حاطه النهارده انا معرض وهحجز له ارض وشكلك عربه ولا فاهم مين ده والود اللي كان السوق مره في الفتره. تعالى لي بنفسك دلوقتي تعالى لي. لو النهارده الاسعار ديت مش اقل من بره يطلع اللعب ويجيب جديد ويوحد. حاضر هو الرز تمام الناس وبنفسك كل يوم انت هنا النهارده مع التفتيش بتاعك مع التفتيش المحافظه شوف الاسعار اللي هنا مقارنه بالسوق. لو الاسعار اللي هنا مش اقل اللي اقل يمشي ويجيب غيره. يلا خلاص ده